أنا عتيقة سعد، عمري 42 سنة، مواطنة من منطقة سراورتين. نفس المشكلة عند نساء الكل متاع نساء سراورتين، اللي تلقاها ديما تلقيها اللي تبكي كان على الكارني، اللي تبكي كان على يعني ما عندهاش تغطية اجتماعية، حتى اللي عندها كارني مثلا كانت تصب في سنة ساس، كان رجلها ينجم يخدم مثلا، يمكن رجالها يهاجوا يمشوا يخرجوا، رجال شباب يخرجوا يبقوش، لان حتى اللي يبطل قرايته ما يلقاش يمشي يخرج يبعد. اما نساتي ما في نفس الخدمه، صغير تخرج للسخانه كيفاش باش نهز؟ يلزمك باش تهزي، ويلزمك باش تعرضي في الظلمه هذه للطريق وتهزي للمستوصف. مثلا بنتي مرضت لي برشا مرات ضيق النفس، يعني بتتخنق، ما عنديش نهزها نعمل لها اكسجين ونروح به. هذيك حال أكثر حالة تعرضت لها يعني صعيبة علي برشا، هذيك الحالات الصعيبة. ما حاجة تو كيف هكا نتعب، لكن نحس روحي وقت نروح وأنا تعبت وجبت أجرتي لصغاري، وتحس روحي متفرهدة. ديما الإنسان الكل تلقاهم اللي عندها صغيرة مريض، واللي عندها رجلها مريض، واللي مريضة، واللي كلهم نفس المطلب نتاعها، الأولوية للصحة. بدا معانا برنامج أمل، غير فيا برشا حاجات، مش حاجة. وهذا ولاش أحسن حاجة أنا عجبتني في برنامج أمل، إني عرفتني حقي، حتى ولو عندي حقوق، عندي حاجات ما نجمش باش نتكلم ونطلبها. الجمعية هذي مشروع أمل هي اللي أعطتني شجاعة وفهمتني، فهمتني وعطتني شجاعة أكثر باش نتعامل مع الوضعية متاعي ومع مرض بنتي ومع مع كل شيء. برنامج أمل، وإن شاء الله فيه الأمل.